السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ دي بقى وصفة طبقات السعادة، وصفة بجد حلوة جدا جدا، كلها طبقات من الشوكولاتة، طعمها وهمي. وصفة سهلة وبسيطة. يلا نبدأ الفيديو ونشوف المكونات والمقادير والطريقة كمان. بس الأول مرة يشوف قناتي، يا ريت يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول خطوة معايا عبارة عن ايه؟ عن 300 جرام من البسكوت بتاع الشاي، انا مكسراه بالشكل ده. كل ما يكون الحجم صغير كل ما يكون سهل في التقطيع وكمان الاكل. معايا كوباية من صوص الشوكولاتة، اي صوص موجود عندنا هحط الكوباية كلها بالشكل ده، وهقلب كل المكونات عشان البسكوت بتاعي يتشرب كل الشوكولاتة اللي معايا، وكده البسكوت بتاعي اتشرب كل الصوص اللي معايا. هسيب المكونات دي كده على جنب واعمل الخطوة اللي بعدها. دلوقتي معايا هنا كيس من كريم شانتيه المخفوق، هحط عليه 2 كيس او 2 باكو من بسكوت الاوريو او اي بسكوت احنا عايزينه. هقلب بالراحه كده، وكده الكريمه بقت جاهزه معايا. هعمل ايه؟ في بايركس هحط فيه طبقه من البسكوت بتاعي كقاعده. ممكن احنا لو مش حابين صوص شوكولاته ممكن نحط بدل صوص شوكولاته حليب مكثف محلى، ممكن لو احنا حاسين انه هيبقى تقيل قوي نخففه بشويه حليب سايل بالشكل ده كده. هفرد البسكوت بتاعي واحاول اسويه وادوس شويه كده، وكده انا سويت القاعده بتاعتي على قد ما اقدر بالشكل ده كده. دلوقتي هحط عليها الكريمه اللي جواها الاوريو. انا عايزاكم تتخيلوا الطبقات بتاعت البسكوت والشوكولاته والكريمه الاوريو، يعني بجد حاجة حلوة جدا وكمان سهلة وبسيطة متاخدش اي وقت. هفرد كمان الطبقة التانية، وكده بعد ما سويت الطبقة التانية بالشكل ده هحطها في التلاجة شوية تقريبا نص ساعة لحد ما اعمل الجناش. واخر طبقة هي الجناش معايا، عبارة عن ايه؟ عن نص كوباية من الكريمة، نص كوباية من الشوكليت شيبس او قطع الشيبس او قطع الشوكولاته اللي مقطعينها قطع صغيره. الكريمه بتاعتي هحطها هنا كده، هسخنها بس لدرجه الغليان، مش هسيبها تغلي، بس اول ما تبتدي درجه الغليان هجيبها عشان احط عليها الشوكولاته. دلوقتي هحط الشوكولاته على الكريمه بعد ما سخنت، وهفضل اقلب فيها بالشكل ده. شايفين اول ما نزلت ابتدت تدوب على طول ازاي؟ وبكده بعد الشوكولاته ما دابت معانا بالشكل ده، شايفين اللمعه قد ايه حلوه. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي جبت القالب بتاعي بتاع الحلوه بتاعتي، بصوا شايفين على السباتيولا كده بالشكل ده، هحاول اصب الجناش بتاعي عشان ما يبوظش الكريمه معايا او الطبقه الفوقانيه بالشكل ده كده. شايفين هدوب بس الشوية دول كمان، وبكده بعد ما دوبت الشوية الباقيين شايفين بقى القوام قد ايه حلو جدا. وصفة تحفة تحفة بجد، يعني طعمها يجنن. دلوقتي هسويها واحطها في التلاجة مش اقل من 6 ساعات، كل الحاجات تتداخل في بعضها والجناش اللي فوق ده يتماسك. بس قبل ما احطها غطيها وبعد كده هحطها. وبكده الوصفة بتاعتنا بقت جاهزة معانا بالشكل ده. شايفين بقى الحلاوة والجمال والطعامة، طبقات كده من السعادة بجد. عايزة بس اوريها لكم من جوه. شايفين بقى وصفة يعني بتتكلم عن نفسها. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يا ريت يعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.